اللي عندنا قلته يا عمر يا سلطان، واللي تعرف تعمله اعمله. سلام. المحضر فين وهتقول؟ حاضر. هعمل ايه يا باشا؟ لا انت مش هتعملي حاجة يا رباب، احنا اللي هنام. تقومي روحي دلوقتي، لو احتجتك في حاجة هبعتلك. فين المحضر يا صابر؟ جاي ورايا مني. تمام. صابر باشا، عايزك تاخد الواد ده والعيال اللي معاه في مكتبك، تاخد اقوالهم وبكره الصبح ترحلهم على النيابه. تمام يا عمر بيه. رباب، في شهود عيان على واقعة الاعتداء عليكي؟ لا يا باشا مفيش. خد عبد الله على مكتب صابر بيه. تمام يا باشا. يلا عبد الله. قدام قلب، قدامي. دلوقتي يا رباب الواد ده هيروح النيابة وهينكر كل حاجة، وبالكتير هيتعاملوا معاها لأنها واقعة تحرش، ده إذا عرفوا يثبتوها أصلاً وهخرجوها يا رباب. هو ده القانون يا باشا؟ أنا بس عايزك تتمسكي بأقوالك في المحضر وما تجيبيش سيرة خالص إن أنت اللي رحتي له، وما تقلقيش من حاجة. الواد ده كده كده ملطوط ملطوط، وصحيفة الثواب ومرمية على الرصيف عند بتوع الجرايد، والباقي بقى إحنا هنعمله إن شاء الله. المهم دلوقتي انت سمعت الحياة عادل وهو بيتكلم كان بيتكلم ازاي. لو كملنا معاه سكته هتبقى طويلة شوية. تحبي تكملي ولا نهديها على كده؟ كمل يا باشا. ماشي يا رب هنكمل. الهنا اللي احنا فيه ده يا ولاد، بس الباشا عندنا هنا في مصر. حبيبي امريكاني، ده انت اللي حبيبنا يا غالي. اتفضل اتفضل. يا اهلا. ازيك يا ام ميرفت؟ تمام يا باسم بيه، وحشنا. ربنا يخليك يا ام ميرفت. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل. وحشتنا زياراتك التخاطيفي دي. انت عارف بقى نظام الشغل يا معلم. الله يكون في العون يا غالي. ايه ده؟ بيتك بيتك بيتك. ش هش هش هش. يلا بسرعة. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا معلم. إزيك يا أم ميرفت؟ بخير يا أخويا طول ما أنت بخير. ربنا يخليكي. أنا بجيلك بنفسي مخصوص عشان خاطر تفتحي لي الكوتشين. يا سلام، غالي والطلب رخيص. طب إيه رأيك بقى إن أنا مش همشيك من هنا النهاردة إلا لما أفتحها لك وأقول لك اللي يعلي مزاجك الغالي كمان. تشرب ايه بقى يا غالي على ما الغدا يجهز؟ لا اشرب يا معلم، انا يا دوب اخد عادتي معاك واطير انا عشان لازم ارجع سينا النهارده. يا عيب الشوم يا باسم بيه، معقوله تيجي لحد عندنا وتمشي من غير ما تاكل لقمه؟ الغدا جاهز يا باشا، نقعد قعدتنا وناكل لقمتنا في السريع كده وتمشي على سكتك بخير ان شاء الله. مفيش مشكله يا معلم. جريه هلا، ما تبعد شوية، عايز هوا هوا، هتبقى راكب على نفسي على طول. أنا يا كبير. بقول لك إيه يا عدية؟ روح الميرفت تعمل لنا دور شاي وتدلعنا بشوية قراقيش من بتوعها كده. من عينيا، بس أنا كمان عايز أسمع يا معل. هو إحنا نقدر نقول حاجة من غيرك يا متكلف؟ شايف يا باسم بيه؟ أهو على طول واكلني بكلامه المعسول ده. أنت الحب القديم. ماشي يا خويا. حلاوتك يا بطة. أخبارنا إيه يا باسم باشا؟ كله تمام أوي يا معلم. أنا جيت لك النهارده بخصوص الناس بتوع سينا، ما يجيلوش أي حاجة في الطلعة اللي جاية. الله يطمن قلبك يا غالي. الراجل اللي أنت هتعمل معانا
دي ميرفت؟ لا بس مزوزيل عظيمة. الله يخليك، سكرك قد ايه؟ مظبوط. اها قلتوا ايه بقى؟ هو احنا لحقنا نقول حاجة؟ ما نقدرش نقول حاجة من غيرك يا متكلف. والله جلبية الواد سالك لايق عليك قوي يا باسم باشا، بس انا نفسي اعرف ايه الحكمة في كده؟ امان يا امريكاني. امان؟ اه. طب وايه بقيت الرجالة؟ انا بيني وبينهم تليفون، هم هيقعدوا عندك شوية، معلش هنتقل عليك. تتقلوا؟ ده لو ما شالتهمش الارض شلهم فوق راسي. يا سلام، تحب ابعت معاك حد من العيال؟ لا ملوش لازمة، انا هعرف اتصرف. يلا مع السلامة. طريق السلامة. سلام. مع الف سلامة. مع الف سلامة. يلا. ما احنا متفقين على التيتا دي من عم ناول يا امريكاني. عم ناول ده انت على قديم قوي يا بطه. بلا بطه بلا وزه بقى، انا بنتي يا اخويا ملهاش في الليله اللي انت عاوزها فيها دي. ليه يا اختي؟ الرجاله بقت تجيلها بالقفله في النفسيه على كبر ولا ايه؟ ما تستعبطش يا امريكاني، انت فاهم قصدي كويس قوي. بنتي ما تتلطش في شغل السوق. مجيتها معايا ملهاش علاقة بشغلنا خالص، ده عشم بيني وبين الراجل وميصحش ازعله. بس انا بقى زعل عزرائيل عشان خاطر بنتي. هما هياكلوها يا وليه انت؟ لا بس هتحضر وهتعرف الناس دي، وهم كمان هيعرفوها. واللي بيخش الخاية دي يا امريكاني ما بيطلعش منها يا اخويا غير بالدم، وانت عارف كده كويس. انت تلطيتي في نفوخك ولا ايه يا وليه انت؟ بقى معقول اخليها تحضرنا واحنا بنتكلم في الشغل؟ اخرها تشرب معانا حاجه ونتكل على الله. ما تجنظريش دماغك عشان ما يقلبوش علينا، ده احنا ما صدقنا انهم استكبرونا وكبروا لنا الحصه. عايزين نعيش بقى ونقب. الناس بتجري على بضاعتها بايديها واسنانها. الله. وبعدين بقى اهمدي اشعلي، ما كانش المال مالك. ما تقلقيش، ميرفت دي بنتي. ما بتردش عليا يا علياء. طب ما تكلمها على تليفون الجاليري يا عمر. كلمتها وكلمتها في البيت ومحدش راضي يديني عقد نافع. وانا ما كلمتهاش النهارده. عمر انت زعلتها في حاجه؟ حتى لو انا مزعلها، من امتى فريده ما بتردش على التليفون؟ طيب يا عمر سيبني اجرب ارد عليك. اوكي الموضوع ده ملوش علاقه بفريده لوحدها. طيب طيب باي باي بقى. باي. سلام. فريدة. فريدة. عمر بيه. ازيك يا بسنت؟ ازيك يا عمر بيه. ايه فريدة ما جاتش النهارده ولا ايه؟ لا النهارده ما جاتش، كلمتني في التليفون عشان اجي افتح بدري وقالت لي انها مش هتيجي كام يوم كده يعني. اه ما انا عارف، بس هي كان المفروض تيجي تاخد شويه حاجات من هنا يعني، ومش مشكله مش مشكله. متشكر متشكر. العافية يا عمر بيه، نورتنا. شكرا. مش عملنا اللي يرضينا ويرضي حقنا؟ مالك بقى مصدره متشنجه على الصبح ليا بيت؟ غصب عني يا عمتي، غصب عني يا عمتي. بتفرك بايه جواك يا بنت اخويا؟ فضفضيلي احكيلي. مش عارفه يا عمتي. تفتكري يعني يا عمتي ممكن يقفوا جنبي؟ ممكن يعني يجوا على بعضيهم كده عشان خاطر واحده زيي؟ عارفه اللي بتقوله ده ايه؟ ده اسمه الهبل. ما الدنيا كلها هبل، ولا يعني جت علينا يا عمتي؟ يا بنت سدتي نفسي على الصبح في ايه يا رباب؟ فقر انا؟ ها؟ من ناحيه فقر؟ ده انت فقر من واسع. طب قشري يا اختي قشري عشان الوريه مستعجله على حاجتها. يعني من الاخر كده مستوعب اهو ان فريده دي تبقى بنت الوحيده، مستوعب مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا يا ابني. لما هو اكيد يبقى اتفضل بقى عشان نعرف نتفاهم. اتفضل حضرتك. اتفضل. ليه ما تقعد قبليا كمان؟ طالما ان هو اكيد
كنت عايزني اخدك بالحضن بعد اللي انت عملته ببنتي؟ امال تعمل ايه لما تبقوا في بيت واحد؟ تخليها تنزل طول الليل تدور عليك زي المجانين في الاكمنه والشوارع؟ مش كده يا حبيبي؟ انهي منطق يقدر يقنعني ان انتوا ممكن تكملوا مش تصطلحوا؟ يا انكل انا عمري ما تخيلت ابدا ان شغلي ممكن يعمل مشاكل لفريده بالنوع ده. احنا متربيين مع بعض تقريبا، يعني حضرتك عارفني وعارف طبعي من واحنا عيال صغيره. اسمع يا عمر، انا يا ابني راجل متحضر، يعني لما بنتي تشاور لي على واحد وتقول لي انا عاوزه ابقى مراته لازم اوافق طول ما هو ما فيهوش عيب يعيبه. وانا اعتقد انك انت ابن ناس ومتربي وسيرتك كويسه قوي قوي قوي، لكن مش كل حاجه بالسيره ومش كل حاجه بالتربيه وكل حاجه بالعيله. في اشياء في الواقع احيانا بتحصل بتخلينا احنا كمان نتوقف ونفكر بحاجه اسمها العقل. تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هي الاشياء دي حضرتك يعني ما ظهرتش لدلوقتي؟ لا، الاشياء دي بانت من الاول، من ساعه ما ارتبطنا، من ساعة ما مصيرك بقى زي مصيرها. اسمع لما أقولك، مفيش أب في الدنيا يتمنى لبنته إنها كل يوم الصبح تصحى وهي مش ضامنة إنها تنام بالليل أرملة ولا سكر. ماشي يا أوكي. طب ممكن بس اعرف هي فين دلوقتي؟ وانا لو قلت لك ولا ما قلتلكش من تمثيلك هتعرف. هي يا عمر في العين السخنة. شكرا يا انكل، بعد اذن حضرتك. عمر، من فضلك سامحني. السلام عليكم. معايا يا نيلي؟ مع حضرتك. مهندس الاستشاري بتاع العين السخنة يجيني بكرة. أوكي. كمان أعرف أخبار شاليهات الساحل الشمالي. رحلة لندن بتاعت الماكينات الجديدة أجليها أجليها. أوكي. تديني تمام بكرة وحياتك. طيب أنا عايز أفكر حضرتك بكرة بالميتنج بتاع مستر أحمد الأليوبي ومستر شريف الأليوبي. دكور. دان؟ أوكي. ثانك يو. سي. غلبانه نيلي قوي يا حاج. لو النبي، ابوك هو اللي غلبان معاك. ربنا يديك الصحه يا حاج. هو انا مش هاخد نفسي معاك ابدا؟ يا مصر كلها محملاني جمايل عشان كلام فاضي ملوش لازمه. خلاص ضاقت بيك، ما لقيتش غير البت الكسر دي. يا حاج دي بت بيئه وواطيه وعايزه تلبسني في الحيطه وخلاص. لو النبي، انا ابوك وانا المحامي بتاعك. يا حاج انت مش مصدقني ولا ايه؟ اه انا ممكن اكون شقي زي ما حضرتك بتقول، بس مش غبي قوي كده. اه اشتغل لي ولا اشتغل لي. خد بالك ان البدل والشياكه واللهجات واللغات كل ده كوموفلاج. كوموفلاج ابوك بيعمله ويلف بيه اتخن شنب في البلد دي على صباع رجله الصغير. خلاص بقى يا حاج، اللي حصل حصل. وبعدين يعني هتطلع مين البت دي؟ بت شمال وكل المنطقه بتاعتها معلمين عليها شاب شاب. جت عليا انا بقى وبقت الخضره الشريفه. اه يا عين ابوك، جت لحد عندك انت وحارنت. بالك لو الموضوع ده ما عداش على خير ملفك هيتظفر، وفي الداخليه هيعلموا عليك. لا، والخدمات بقى ساعتها تمنها تقيل تقيل قوي. والاكاده لو البت طلعت صح مش هعلمه عليك انت لوحدك، لا، ده كل اللي حطوا مناخيرهم في الليله هيروحوا معاك. ازاي بقى يا حاج؟ انا بقول لك البت ناويه تكمل في الموضوع، والواد رئيس المباحث معاه. اه. ومنت كمان تقفل معاه، لا مش كده وبس، وتعور له الواد اللي هو حابسه، عشان لو كان عنده النيه حتى ان يحل الموضوع ودي،
لاجل العيش والملح والزماله؟ لا، توقف انت المراكب السايره. انت كنت عايز نعمل ايه يا حاج؟ استنى لحد ما الواد ده يركب عليا في القسم ويضحك عليا الناس كلها؟ لا، ركب انت الكون كله على كتاف ابوك. خلاص بقى يا حاج اللي حصل، وبصراحه كده يعني انا سخنت ساعتها وما كانش ينفع اسكت. اسخن انت وتسوح انا. قول لي بقى، ابو الافندي ده بيشتغل ايه في الداخليه؟ مساعد اول وزير الداخليه. يا صلاه النبي، كمان يعني نبي ازرق؟ طب يا حاج ما فيهاش حاجه، وبعدين انت برضو قايل لي ان كل واحد وليه ديته. بس اعرف مين قدامك قبل ما تقتله، مش بعد ما تقتله تدور على ديته، عشان كمان ما تلاقيش فجاه دماغك دي جوه حبل المشنقه. هو اسمه ايه؟ عمر. ابوه؟ خلاص يا حاج، اسمه فاروق سلطان. وده لواء مش كده؟ لواء. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، عربيتك وتسرق هناك، والبيت تعورك في نفوخك، وابن الافندي بتاع وزاره الداخليه انت مقفلها معاه، ونائب المامور بتاعك مش طايقك ومطلوب مني احلها. بقول لك يا واد، انت خلفه عرب.